طيب يا جماعه نركز مع بعض شويه. طبعا انتوا عارفين الكامبين اللي جايه دي مهمه قد ايه، فها وصلنا لحاجه. انا شايف ان احنا نجيب الدكتور وهو بيتكلم عن انجازاته والعمليات بقى الصعبه اللي يقدر يعملها. مش حلوه صح؟ طب ايه رايكم نعمل له اغنيه، نالف له اغنيه؟ لا 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 لا، اتعملت قبل كده، اتعملت له قبل كده. طب ايه رايكم لو نختار اسم قوي للعمليه، يعني حاجه في سكه العمليه الصعبه، العمليه المستحيله او العمليه المعتمده؟ طيب بصوا، انا عندي راي تاني. سيبكم من سكه التفكير اللي انتوا بتفكروا فيها دي خالص. دكتور محمد ضياء دكتور راجل شغله بيتكلم عنه. احنا بنتكلم عن اكتر من 10,000 عمليه، الجراح المعتمد دوليا والوحيد اللي بيتعامل بعمليات التخدير الموضعي. هو مش محتاج كامبين وبروباجندا، خبره كبيره جدا طبعا. وكمان ما تنساش انه بيعمل عملياته كلها في المستشفى الوحيده المعتمده دوليا في مصر. لا لا لا، ده حد بروفيسير يا جماعه. بس هي دي البروفيسير، احنا هنشتغل على البروفيسير.